السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع برنامج ايزي دكت من شركة سايب. ودلوقتي هنشوف لو احنا عايزين نرسم مثلا دكت، فهاجي هنا واقول له ان انا عايز ارسم دكت، وادي له الريفرنس بتاعه والارتفاع بتاعه، الماتيريال تايب اوف سيكشن، هل هو ريكتانجل ولا سيركل، الويتس والهاي، وممكن واحدة فيهم تثبتها بحيث انها ما تتغيرش. تمام. الفلو هيبقى سبلاي او اكسوست، كام لتر في السكند، وطبعا نقدر نغير الوحدات زي ما نشوف بعد كده. طيب هنا هبدا ارسم بالشكل دوت، اهو الدكت اهوت. طيب لو انا عايز ارسم الدكت واحط معاه مثلا جريل مثلا، فاجي هنا واختار الجريل واديله الريفرنس والتايب بتاعه والمتر سكوير في الاور، الفلو قد ايه، واجي هنا مجرد ان اقرب هيبدا يحط الناحيه دي اهوت. ممكن تحطه بقى يمين او شمال او تبقى من تحت زي ما انت عايز. بالشكل دوت اهو، واخترت اهوت ان هو هيبقى الناحيه دي، وهو اوتوماتيك بيبدا يكتب المعلومات كامله عن كميه الهواء والمقاس بتاعه زي ما انت شايف. ممكن تيجي هنا وتقول له لا انا عايز احطه مثلا في تحت من هنا،